اكيد مش كل انفصال او كل بعد او ابتعاد مش بالضروري هيترتب عليه ان احنا ما عدناش نعرف بعض. بالعكس، في احيان بيكون، يعني في احيان كثيرة بيكون الابتعاد او الانفصال ده مطلوب وصحي للعلاقة، عشان كل واحد مننا يراجع كده نفسه ويراجع يعني اوراقه ويعيد ترتيب نفسه ويعرف ان هو ممكن يكون بيغلط في حق الطرف الاخر ويشوف هيقدر يستغنى عنه ولا لا. اكيد في مننا بيبقى عارف، انا رجل او امرأة دلوقتي لو منفصل عن حد ايا كان الاسباب وعايز اعرف هل هو ندمان ولا لا، بس مش عايز اروح اسأله، ما ينفعش اقول له انت ندمان ولا لا، وخايف يضحك عليا ويوهمني. 5 علامات معانا في حلقة النهاردة هيريحوك او يريحوك في الموضوع ده، موجودين او 3 منهم على اقل تقدير موجودين، الشخص ده ندمان وندمان جدا والقرار بعد كده في ايدك. طبعا كان في حلقة عايزين كل برج برج، انا لقيتها هتبقى طويلة فانا اختصرتها في حلقة النهاردة، ولكن لو عايزين نعمل كل برج يعني ناخد حلقة فيها كل برج علامات الندم عنده او علامات ان هو عايز يرجع او الخ، اكتبولي في التعليقات وانا هعملها. انا عملت دي اختصارا سريعا كده، انا برحب بالجديد وبقول له يا ريت يعرفنا بنفسه برضه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ان هو يشترك عشان اشعارات الحلقات بعد كده توصل له. وتعالوا بدنا نبتدي. أول علامة معانا المراقبة. دايما بتلاقي يعني المفروض من علامات الندم أو بعد الانفصال أو بعد الابتعاد الندمان بيراقب الطرف الآخر، والمراقب لو حط في دماغه بيحس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطرق المراقبة كتير، سواء على النت على السوشيال ميديا، سواء يعني بشكل غير مباشر، سواء بالتقرب لبعض الأصدقاء المحيطين أو المشتركين بينا إلخ بتبان قوي. لو بيراقبك لفترة طويلة دي أول علامة معانا، وأنا مش عايز أطول فيها لأنها واضحة. تاني علامة اختلاق الصدفة، يعني في أماكن معينة هو عارف أو هي عارفة إن أنت بتتواجد فيها أو إن أنت بتيجي فيها أو إن أنت هتعدي من هنا أيا كان، فممكن تلاقيه يختلق الصدفة يتواجد في الأماكن دي، يحاول يعمل نفسه مقابلك في الطريق، عايز يشوفك أو عايز إن هو يخلي الصدفة تلعب دور. ربما لو شافك صدفة تقدر إن أنت تقوله إزيك، هو يقولك أخبارك إيه، فيفتح ويعيد الكلام معاك ونتناقشه ونحاول إن احنا نرجع المية لمجاريها. يبقى أول علامة المراقبة، تاني علامة اختلاق الصدفة، ودول واضحين قوي مفهومش أي مشكلة. ورجاء كالعادة لو شايفين الحلقة دي مفيدة عشان ترد على أسئلة كتيرة من أسئلة أصدقائنا اللي أنا بعتذر لهم بعتولي على الخاص وبتأخر عليهم، يا ريت ندعمها بلايك ونشيرها على قد ما نقدر. الحلقات دي مفيدة قوي لبناتنا ولشبابنا ولإخواتنا، هتفيد قوي. لو شايفينها كده دوسوا لايك، العكس ديسلايك وقولوا لي السبب. وتعالوا بينا ناخد تالت علامة، العلامة القوية قوي التالتة معانا واللي تعتبر برضو علامة قوية، ان انت تحس بلمسة حزن كده مطفي، يعني ما عادش بيهلل ويضحك ومبسوط زي الاول، لان طبيعي جدا وما نضحكش على نفسنا، لو انا بحب حد لما يبعد عني مش هبقى مبسوط وبهلل وفرحان، لا برضو حتى لو بحاول اعمل نفسي مبسوط او سعيد بيبان عليا. الكسرة والندم والحزن والالم على الفراق كل ده بيرسم علامة وبيسيب صورة يفهمها المحب قوي، يعني الشخص اللي مرتبط بيا يعرفني لو أنا بمثل السعادة، يعرف يحس بيا يعرف. ودي بتبقى من العلامات القوية قوي، إن أنت فارق معايا وإن بعادك فارق معايا وإنه سايب أثر ولمسة حزن. طبيعي جدا إحنا بشر في الأول وفي الآخر. في بعض الناس القوية اللي بتحاول إن هي ما يبانش عليها، بس برضو لما عينها بتيجي في عين حبيبها او لما بيتسمع اسمه او لما بتشوفه صدفة او ايا كان او حد بيتكلم عنه بيبان في لمعة في العين كده، في رياكشن كده معين، المحبين بجد اللي حبوا بجد بيفهموها بيعرفوها. ما تتوصفش بصراحة، هي تتحس تتشاف. عشان كده مش هطول في الكلام عنها، لاني مهما اتكلمت انا قلت صعب ان انت توصفها في مشاعر، لا يمكن ان انت توصفها بالكلام او بالرسمة حتى، هي بتتشاف وتتحس، اسمها مشاعر.
رابع علامة، ودي قوية جدا ومن أشد العلامات اللي تدل لك إن الشخص ده يعني ندمان قوي، ويعني تكون توضح الصورة ليك قوي، هو الاعتذار إن كان غلطان. دايما اللي بيحب بجد ما بيكونش مستبيع أبدا، اللي بيحب بجد دايما بيحاول معاك لآخر نفس، دايما بيحاول ان هو يدور على حلول وسطى، دايما بيحاول ان هو يرجع المية لمجاريها. ايد لوحدها ما تسقفش، لازم الطرفين في العلاقة يكون قلبهم على استمرار العلاقة دي، وإلا تكون علاقة خاطئة وفاشلة، وفي واحد او فاشلة في واحد فيهم بيحاول والتاني مطنش. دي مش علاقة حب ابدا او ارتباط، دي عبارة عن مأساة وألم لطرف، وطرف تاني تعود على كده. اياكم ان انتوا تقعوا في الخطأ الفظيع ده، او اللي بيقتل المشاعر وبيحسس الواحد بوهن وضعف. والحب يعني مش عايزين نقول اقوى علامة على الاطلاق، العلامة الخامسة معنا، اقوى علامة اللي تدل لك ان هو ندمان اشد الندم، وان هو عايز يرجع المية لمجاريها، وان هو عرف غلط، وان هو كل الحاجات الحلوة اللي انت عايزها في العلامة دي. ومن هذا المنطلق انا اقدر اقول لك او اقول لك دلوقتي ان دي اهم علامة معانا ولا غنى عنها. يعني لو الاربع علامات موجودين ودي مش موجودة، يبقى الشخص ده مش ندمان ولا حاجة. العلامة دي واتنين كمان من الاربعة اللي احنا قلناهم، الامتناع عن السبب اللي بيزعلك، او السبب اللي كان فيه يعني ترتب عليه بعد او فراق بينكم، تحس ان الشخص ده عرف غلطه. لان باختصار هو الموضوع عامل ازاي، انا بحب حاجة ومتعلق بيها، فعملت غلط حسيت ان الغلط ده هيضيعها مني، لو انا باقي عليها شور هعمل ايه؟ مش هعمل الغلط ده تاني. لذلك بنقول دايما لو في اتنين مرتبطين في علاقة، واحد فيهم شايف نفسه إيه على التاني يأدبه، وعملنا حلقة قبل كده قلنا ازاي تأدب الطرف إيه التاني اللي معاك لو هو بيخطئ في حقك من غير ما تهين كرامتك، ويبان ساعتها هو باقي عليك إيه ولا لا. يبقى الامتناع عن سبب الخلاف او الابتعاد او الفراق، الخمس حاجات دول لا يمكن ينطبقوا في اي واحد او واحدة بعد الفراق إلا ويكون ندمان ويمني النفس بالرجوع، حتى لو ما قالهاش بلسانه. يعني لو ما طلبش منك دايركت قالك نرجع بقى، نرجع المية لمجاريها بقى، خلاص عفى الله عما سلف. حتى في بقى أصل في بعض الناس، ويمكن دي لو كنا خدنا الأبراج برج برج كنا هنوضحها في أبراج كده، ما يقولش يندم أوي ويبقى مقهور من جواه، بس ما يقولكش نرجع كده، شخصيته كده. فما كنتش عايزك ان انت تظلمه، واعرف ان دي شخصيته عشان تساعده. ولكن احنا ما عملناش حلقة الابراج زي ما قلت لكم في البداية ليه السبب. خمس علامات معاك او معاكي، العلامة الخامسة واتنين كمان موجودين، الشخص ده ندمان اكيد وعليه تقدر تاخد قرارك. مش موجودين ما توهمش نفسك، واي حاجة تاني عفوا في اللفظ سلطة، كلام كله ضحكة على العقول وكلام كله، الشخص ده ممثل شاطر جدا. اكتبوا لي اراكم في الحلقة دي، دايما الحلقات اللي تعجبكم ادعموها بلايك، بيديني مؤشر ان انا اركز عليها وان انا اتعمق فيها اكتر وان انا يعني ازود فيها اكتر، والعكس ديسلايك لما بلاقي ديسلايك كتير خلاص ببدأ ان انا اهملها اكيد وابحث عن حاجة تانية غيرها يعني تكون اكثر افادة بالنسبة لكم. الانستجرام الفيسبوك اللي عايز يتواصل معايا وعايز ان هو يستفسر او يبعت رسالة او استفسار او ايا كان، الروابط دي كلها مع الحلقة اللي هي ازاي تعاقب اي حد انت مرتبط بيه بيغلط في حقك او عايز تفوقه، كل ده مع قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته، قناة الفضفضة جميلة جدا فيها دروس مستفادة وثواب كبير جدا. كل الروابط دي في وصف الفيديو واول تعليق، اللي يحب ان هو يشترك يشرفني قوي قوي بالانضمام، يشترك ويبعت لي ويقول لنا وجهة نظره، وان شاء الله ان شاء الله هنستمر في يعني اعطاء الكثير من النصائح في هذه المواضيع، زي ما انا لاحظت كده واستشفيت ان المواضيع دي اصبحت هي حديث العصر وهي بتشغل بال الكثير. ودايما بقول انت لو مرتاح وسعيد في علاقتك العاطفية هتبقى سعيد في حياتك بشكل عام، في شغلك مع اهلك مع اصحابك في خروجاتك في كل حاجة، والعكس صحيح.
لو انت مش مبسوط والطرف التاني منكد عليك او بينكم وبين بعض هجر وخصام وبعاد، ما بتحسش للأسف بطعم الحياة. ومن هذا المنطلق احنا طبعا بنركز على حلقات التوعية في العلاقات، وهدفنا ان احنا نسير بحياتنا للأفضل والأهنأ والأسعد. إلى اللقاء، تصبحوا على خير.